تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج صيفي لإعداد الشباب وتدريبهم وتنمية الحس الوطني لديهم، وبمتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أعلن الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام عن تدشين البرنامج الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة لهذا العام في نسخته 12 بالتعاون مع صندوق العمل تمكين بمشاركة 400 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 سنة ولمدة 3 أسابيع. وفي هذا الصدد أشار العقيد عمار السيد آمر كلية تدريب الضباط وقائد معسكر الأكاديمية الصيفي خلال نشرة سابقة، أشار إلى أن البرنامج الصيفي لهذا العام يهدف إلى تنمية القدرات الذهنية والبدنية واستغلال طاقات الشباب ومواهبهم بما ينفعهم ومجتمعهم وتعزيز الحس الوطني والانتماء وقيم الولاء. المعسكر لهذا العام يتميز انه هو معسكر افتراضي يتكيف مع التحديات اللي موجوده عندنا اللي هي موضوع كورونا وانتشار هذه الجائحه. حفاظا على هؤلاء الشباب اطلقنا برنامج افتراضي. هذا البرنامج يتميز بانه يشمل مجموعه من البرامج. هناك برامج قائمه على التوعيه والتدريب النوعي للمشاركين لبناء جيل شبابي منتمي لوطنه من خلال مجموعة من المهارات الخاصة ببناء النماذج الإنسانية الصالحة والخدوات الإيجابية بالاعتماد على التعريف بتاريخ البحرين وأهم العادات والمكتشفات الأثرية والمكتسبات الحضارية في البحرين. كما أن هناك برامج تراكمية تهدف إلى بناء الشخصية السوية للمشاركين من خلال تعزيز الوعي الذاتي تحقيقا للوعي المجتمعي. وأيضا هناك برامج قائمة على خلق جيل شبابي واعي بالتوجهات العالمية في تنمية المجتمع ومواكبة التغييرات والتطورات العلمية والعملية من خلال استيعاب المشاركين لمبادئ التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وأيضا هناك برامج تسعى لإعداد سفراء رقميين مستعدين للانضمام إلى عالم بمهارات متقدمة مطلوبة في سوق العمل المستقبلي. وأيضا هناك برامج تستهدف تعزيز المعرفة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة الواقعية وكيفية استخدامه في المهن المستقبلية. وأيضا هناك برامج تتكون من مزيج من الوعي والمعرفة والسلوكيات الإيجابية الضرورية لاتخاذ قرارات مالية سليمة بالاعتماد على أسس الذكاء المالي.